الحمد لله. المستمع ياسين ميم من المدينة المنورة يقول: كيف يداوي الإنسان قلبه من الحسد والعجب من القرآن الكريم؟ كيف يكون دواء ذلك من القرآن؟ وكيف يكون القرآن شفاء للإنسان؟ ونحن لا نشك في أن القرآن شفاء كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه، لكن نسأل كيف الطريقة أثابكم الله؟ الطريقة هي الإيمان بما ذكر الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن القرآن شفاء كما ذكر الله عز وجل، والإكثار من تلاوته بتدبر وحضور قلب، واستعمال القرآن للرقية من المرض، واستعمال القرآن للشفاء من الشكوك والشبهات بحضور قلب ويقين، وستجد أثر ذلك إن شاء الله. نعم.